صبري. قبل ما نروح لكابتن طه مره تانية، النهارده لو بصيت في قائمه البدلاء هتلاقي في اتنين رؤوس حربه، ومش هتجد باك ليفت. ماذا لو لا قدر الله امر ما بالنسبه لصبري رحيل، تتصور هيبقى بيسيرو تصرفه ايه في الملعب؟ هو انا متوقع يا كابتن ان مستر بيزيرو بيبتدي النهارده زي ما جه من البدايه خالص، كان قال انا هلعب باتنين فيرود، فيمكن النهارده هيحاول يطبق الطريقه دي من بدايه المباراه النهارده. لو شفنا اللي موجودين بره هنلاقي عمرو جمال وهلاقي فونا في اتنين فيرود، من اللي تحت الفيرود هو بيلعب باتنين، يهيأ لي ان هو هيبقى جون انطوي شويه هيمين ناحيه الشمال، هيلعب برضه باربعه اتنين تلاته واحد، لكن هيستغل انطوي ان هو بيخش جوه ال 18 كتير، بيشتغل على الجول كتير، فمن الممكن ان هو يشتغل انطوي من تحت متعب من التلاته لعبد الله السعيد ومؤمن زكريا. ولكن لو تلعب باتنين فيرود صراحه، فوليد سليمان وجوده في البدلاء متهيألي يعني كابتن ان هو الوحيد اللي ممكن يبقى فيه تغيير لعبد الله السعيد او تغيير لمؤمن، فيبقى وليد سليمان او لصبري رحيل او صبري رحيل ده الوحيد اللي ممكن يلعب باك ليفت وليد سليمان بتهيألي بالظبط، او لو حصل اي مشكله ممكن وليد سليمان ولكن هو بيخاطر النهارده. بالنسبه لصبري رحيل او موضوع الباك ليفت عنده، هو لما بدا اول اسبوع بدا بصبري رحيل، وبعدين لعب بحسين السيد مزبوط، وبعدين لعب بصبري رحيل لسه مش عارف، فهو لسه مش مستقر على صبري. لاصابه صبري قبل المباراه الثانيه، وليس لانه اختيار تكتيكي، ان هو مقتنع، واضح ان هو مقتنع بصبر الرحيل، ولذلك اول ما خف في المباراه الثالثه لعبه على طول. مظبوط يا كابتن، يمكن هو ما بيلعبش في الفرقه كتير يا كابتن، يمكن بيلعب في الحته اللي قدام بس شويه اللي هم تحت الفرود، لكن هو مستقر على الفرقه استقرار كامل. النهارده بس بيغير شويه، بيلعب باثنين فرود صراحه، فدي ممكن تكون بدايه استراتيجيه النادي الاهلي او استراتيجيه الراجل ان هو يلعب بالطريقه جميل.